هدف منه. برافو عليك. ده السؤال المهم. ليه احنا عملنا مقدمة هذا الفيلم؟ لان اللقطات في مصر في انا عندي علاء رضا رشدي واهل ابو قرقاص محبوسين 25 سنة ظلم بحكم قضائي، مع ابو المكارم المدرس 6 سنين، عندي طفل اسمه جمال مسعود 13 سنة محبوس في السجن بتهمة ازدراء الاسلام وانه قتله وهدوا بيته. عندي اهل العمرية اتنهبت ولم يحقق معاهم، اتنهبت بيوتهم وحجروا اهل دهشور. عندي البنات مختطفات المرصد الاسلامي. معلش يا استاذ موريس، انت بتعمل فيلم. ايوه هخليك تكمل، بس اسمحي لحضرتك، هسمح لك والله هخليك تكمل، بس انا عندي هنا مداخله مع حضرتك. انت بتعمل فيلم يسيء للاسلام ويسيء للرسول عليه الصلاه والسلام، وانا بتكلم عن رؤيه، عن رؤيه، انا بتكلم عن فيلم شفته ولكن مش هذيع ولا جزء منه على الشاشه عشان الناس تشوفه، لاني لن اشارك في عرض حاجه زي دي. لكن انا بسالك، انت بتعمل فيلم يسيء للرسول عليه الصلاه والسلام وللمسلمين علشان اقباط ومسلمين محبوسين معاهم والقضاء هو اللي بيفصل، ايه علاقة ده بده؟ وعلشان اللقباط اللي ماتوا في مزبيره وقتلتوهم وقتلوهم المسلمين. مين اللي قتلتوهم؟ المسلمين اللي قتلوهم. انا ما قتلتش حد، انا ما قتلتش حد ولا المسلمين. ما نقدرش نقول المسلمين قتلوا حد، زي ما نقدرش نقول المسيحيين عملوا فيلم يسيء للرسول. نقول في افراد عملوا فيلم يسيء للرسول، وفي بعض الافراد ايضا قتلوا الاقباط، واحنا اول ناس اعترضنا على ده وطلعنا وكنا في غايه الحزن على اخواتنا الاقباط. هي بتلوميني؟ ارجوك انت مذيعه فاضله، اتحاوري ما تلوميش. ما عملش ايه؟ واسمع كلامك. ما عملش، اسمع الكلام في ايه؟ ما تحاوريني ما تلومنيش. انا بحاورك، انا مش بلومك، انا بسالك سؤال. انا بقول لك الاقباط اتقتلوا في مزبيره، فين المتهم اللي قتلهم؟ لم يقدم واحد للمحاكمه. هل المتهم ده هو الرسول؟ المتهم انا ما قلتش الرسول. طب بتسيء للرسول ليه؟ انا ما بقول الرسول قال امرت ان اقاتل الناس جميعا حتى يؤمنوا ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله. لا 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 لا، خليك معايا، لان افتكر ان حضرتك مش انت اللي هتفتي في الدين الاسلامي والرسول والقران قال ايه. ارجو ان حضرتك تقبل حوار، وخلينا نسمع من المهندس عاصم عبد الماجد يقول لنا هل ديننا ورسولنا عليه الصلاه والسلام هو اللي قال نقتل الاقباط وهو المسؤول عن قتل الاقباط في مسبيرو وفي اماكن اخرى او اوضاع اخرى والعياذ بالله. طبعا هذا كذب يليق بامثاله من الاوباش. الرسول صلى الله عليه وسلم بدينه فتحت مصر، وبنتيجة فتح مصر بالجهاد الإسلامي صار الأقباط في مأمن. كان العنبة بن يمين هائما على وجه الصحراء، أرسل له سيدي وسيد المصريين جميعا عبد بن العاص الذي حررهم من ذل الرومان. كان الرومان يضطهدونهم ويغتصبون نساءهم ويدوسون على رقابهم بالنعال، وقتلوا شقيق الأنبا بن يمين، قتلوه حرقا بالنيران، أوقفوه في الصحراء وجعلوا حوله دائرة من النيران وأوقدوا النيران حتى سال الشحم من جسده ومات متفحما. هو ده الجهاد اللي حرر هؤلاء. لن نحزن إن كنا نحن حررناهم ثم خرج منهم بعض الأوباش يطعنون في نبينا صلى الله عليه وسلم. فالقاذورات دائما لا يأتي منها إلا القذر. كان قديما في مصر عربة مع عربة الكلاب. طب خليك معايا بعد اذنك يا باشمهندس عاصم، انا معايا الاستاذ المفكر الاسعد مرة تانية، وهرجع تاني استاذ موريس صادق اكيد عنده رد على الكلام اللي اتقال دلوقتي. استاذ جمال اهلا بيك مرة تانية، لكن كيف ترد على كلام الاستاذ موريس؟ هو بيقول ان هم كتبوا فقط مقدمة الفيلم ردا على حبس الاقباط في حالات، على قتلهم في حالات اخرى. اولا مقدمة الفيلم او غير مقدمة الفيلم لا يجب أن نخلط بين مشاكل الأقباط التي لا ننكرها والتمييز ضد الأقباط الذي مصار الآن على كل المستويات السياسية والذي يناقش على أرضية سياسية حتى يحل هذه المشاكل، ولا بد أن تحل، خاصة نحن في ظل
حكم اسلامي منوط به اكثر من غير من النظم الحكم الاخرى ان يحل مشاكل الاقباط باعتباره يستطيع ان يقنع الشارع بهذا، فلابد ان تحل هذه المشاكل طبعا. اما علاقه هذا للعلم بقى كمان ان مشاكل الاقباط لن تحل من خلال التدخلات الاجنبيه، من خلال الوصايا الدوليه، من خلال انتاج مثل هذه الاعمال الهابطه التي تثير النفوس ضد الاغباط في المقام الاول الذين في مصر. اقول هل اذا كانت هناك مقدمه، ما هي علاقه المقدمه وعلاقه الفيلم بالاغباط في مصر؟ ومن جعل هؤلاء اوصياء على مصر؟ يعني الاخ موريس صادق اسقطت عنه الجنسيه المصريه الان، اصبح غير مصري وبالتالي لا يمثل الا ذاته اذا كان يستطيع ان يمثل ذاته. يعني هل موريس يمثلني انا كقبط او يمثل الاغباط في مصر؟ موريس اللي بيقول ان انا رئيس وزراء دولة الاقباط في مصر، هل هذا السلوك يتفق مع مشكلة الاقباط السياسية وستكون هذا طريقا للحل؟ كما ان ما علاقة هذا الفيلم بمحاكمة الرسول الكريم؟ ما هذا الهرق؟ ما هذه السخافات؟ يعني ايه احاكم الرسول؟ هل هذا لا يسيل مشاعر البشر؟ طيب معلش خليك معايا يا استاذ جمال، خليك معايا بعد اذنك، انا هرجع للاستاذ موريس صادق. طبعا سمعت تعليق الاستاذ جمال اسعد وتعليق المهندس عاصم عبد الماجد، خلينا نبدا بالمهندس عاصم عبد الماجد اللي قال انه اللي او من يقول انه هناك تمييز وبين المسلمين والاقباط مجموعه من الاوباش والقاذورات، ردك ايه؟ استاذ موريس؟ طيب مهندس عاصم عبد الماجد هنرجع، يا ريت نحاول نتصل تاني بالاستاذ موريس. مهندس عاصم، مهندس عاصم عبد الماجد، الو ايوه يعني معاك تاني، رجعنا لك يا باشمهندس عاصم. اولا سمعت كلام الاستاذ جمال اسعد، رايك ايه في الكلام ده؟ هو بيقول انه لازم نعترف انه في مشاكل الاقباط وان هم بينتظروا من التيار الاسلامي الان ان هو يكون اول من يهتم بمشاكل الاقباط ويحلها، لكن هو هاجم الاستاذ موريس وقال انه دي لا يمكن تكون طريقه الحل ان احنا نتهجم على الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. اولا انا احيي الاستاذ جمال اسعد واحيي كل من كان يعني على نهجه من اقباط مصر، هؤلاء نستطيع ان نتعايش معهم، نستطيع ان نقول لهم حقوق لابد ان ياخذوها ولنا حقوق ايضا في هذا الوطن لابد ان ناخذها. لكن انا يعني الوم على الاستاذ جمال انه يصدق ما قاله موريس، هذه الاكاذيب التي قالها حدث علاء تحديدا بتاع ابو رقاص، لاننا من المنيا وابو رقاص المركز الذي يلي المنيا مباشره، هذه الحادثه انا عايشتها. علاء صادق ده محامي بلطجي يسافر كثيرا للامريكا، صديق لمايكل منير، يظن ان له حمايه بجواز سفر الامريكي، قام بقتل هو واتباعه ثلاثه. طيب بعد اذنك بس انا مش عايزه اسيء لاشخاص مش موجودين يا استاذ عاصم، لكن انا هرجع لحياتك مره ثانيه، خليك معايا انا هقطعك ثاني لانه رجع لي الاستاذ موريس صادق من امريكا علشان يرد على الكلام اللي حياتك قلته فيما يخصه. استاذ موريس معانا مره ثانيه؟ انا مع حضرتك. طيب سمعت كلام اكيد المهندس عاصم عبد الماجد الخاص بانه لا. اللي بيتكلم عن تمييز هم مجموعه من الاوباش والقاذورات، رد حضرتك. يعني انا ما اعرفش المهندس